اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. قليل من الاخبار يكفي. مساعد وزير العدل هذا الرجل المحترم السيد المستشار احمد نادر يتقدم بطلب رسمي للاشراف على الانتخابات بشمال سيناء ويخصص مكافاته لاسر الشهداء. مبادره محترمه جدا. احمد نادر مساعد وزير العدل رعايه صندوق الرعايه الصحيه والاجتماعيه بعت خطاب لرئيس اللجنه العليا للانتخابات يطالب بقبول طلبه بنقله للاشراف بجوله الاعاده بين المرشحين في الانتخابات البرلمانيه في المرحله الثانيه باللجان الفرعيه بدوائر شمال سيناء. وطلب في خطابه بتنازله عن مكافاته الاشراف على الاشراف المقرره له لصالح رعايه اسر الشهداء، وقال ان هو مع زملائه يجب أنهم يبحثوا كيف يساندون ويدعمون مصر والقضاء في هذا الموقف. تحية محترمة جدا لهذا الرجل المحترم الذي يمثل النموذج الإيجابي المشرف للقضاء المصري. طيب، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عنده النهاردة نشاط شديد وملحوظ كالعادة، يعني هو اجتمع برئيس الوزراء علشان بحث معاه مجموعة من المشروعات القومية في حضور 6 من وزراء هذه الحكومة. استعرضوا الموقف التنفيذي، آخر المستجدات الخاصة بموضوع تطوير العشوائيات خاصة في المناطق غير الآمنة. استعرض الدكتور محمد شاكر تنفيذ كافة العقود اللي أبرمتها الوزارة مع الشركات العالمية في مجال إنتاج الكهرباء باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية. أيضا أشرف سلمان وزير الاستثمار استعرض خلال الاجتماع مع الرئيس حزمة جديدة من التعديلات التشريعية المقترحة لجذب الاستثمار. الاجتماع الثاني استقبل فيه الرئيس المدير التنفيذي لشركة إني الإيطالية، إني بتاع اكتشافات الغاز في البحر المتوسط، بحضور رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من مسؤولي الشركة. المدير التنفيذي لإني عرض الخطط المقترحة لتنفيذ مشروع حقل الغاز الطبيعي بالمياه المصرية في البحر المتوسط. تناول الدراسات الجيولوجية وعمليات المسح والإجراءات وخلافه، كلها أخبار في النهاية تحضيرا لبدء الإنتاج خلال 2017. النهاردة أيضا الرئيس أصدر قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة السيد طارق حسن عامر محافظ البنك المركزي وعضوية كل من جمال محمد عبد العزيز نجم ولبنى محمد هلال دول نائبي محافظ البنك المركزي وشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. تضم العضوية ممثلا لوزير المالية يختاره الوزير، وكذلك الدكتورة هالة حلمي السعيد خبيرا اقتصاديا، المستشار يحيى الدكروري خبيرا قانونيا، الدكتورة ليلى الخواجة خبيرا اقتصاديا، وكمال سعد سمعان بباوي أبو الخير خبيرا ماليا واقتصاديا. مدة العضوية 4 سنوات اعتبارا من 27 نوفمبر. كما قرر الرئيس إعادة تشكيل المجلس التنسيقي للمجلس بتعيين أعضاء من ذوي الخبرة وعلى رأسهم السيد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق والدكتور محمد العريان الاقتصادي المصري المبهر المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وده اسم كبير، والدكتورة عبلة عبد اللطيف وهي اسم في عالم الاقتصاد مهم جدا. أعضاء المجلس التنسيقي دول هيكون لهم دور، يا ترى إيه الدور ده؟ معانا دكتورة عبلة عبد اللطيف عضو المجلس التنسيقي للبنك المركزي. مساء الخير دكتورة عبلة. أهلا مساء النور يا أستاذ خالد. أهلا يا فندم. دكتورة عبلة، إيه دور المجلس التنسيقي في البنك المركزي؟ دور المجلس التنسيقي الحقيقة في غاية الأهمية، لأنه ما ينفعش إن البنك المركزي يبقى بيحط السياسات النقدية في غيبة عن التنسيق مع السياسات المالية وفي إطار السياسات العامة للدولة وأهدافها الأساسية. المجلس التنسيقي بيعمل ايه؟ بيدي فرصه انه محافظ البنك المركزي مع التيم بتاعه كله بيضعوا الاهداف بتاعه السياسه النقديه بالتنسيق مع السياسه الماليه وبقيه الادوات. يبقى كده التوجه بيبقى لازم يكون فيه توجه واضح، ولازم الادوات المختلفه اللي بتشتغل السياسه النقديه والسياسه الماليه يكون بينها تنسيق وتوازن علشان خاطر يحصل استقرار في الاقتصاد الكلي ونخلق جو استثمار، بيئة استثمار مشجعة للاستثمار عشان فيها استقرار.
ده مهم جدا جدا. هل يمكن توقع أن أو هل بدأتم بالفعل بوضع تصورات تغير السياسة المالية الموجودة في الفترة الماضية؟ لا لسه يا فندم، يعني لسه ما بدأش، يعني ده يا دوبك لسه لسه بسم الله. لسه بسم الله قرار طالع، بس هي المؤسس لكن أكيد على الأقل لدى حضرتك تصورات. بالتأكيد طبعا، بالتأكيد، لأنه ما ينفعش مثلا السياسة الضريبية تبقى ماشية في اتجاه، واخد بالك، وسياسة الصرف ماشية في اتجاه آخر، والمستهدف من النمو يكون بس مش متفق مع السياسة التقشفية اللي احنا متابعينها في بعض الأشياء. يعني الموضوع محتاج تنسيق. يعني أنا أعتقد إن هذا المجلس التنسيقي دوره مش بس للبنك المركزي، هو دوره لمصر كلها. يعني فكرة إن يقعد التيم ده كله مع بعض يفكر في السياسات اللي عشان يحطها بتنسيق، لازم يشوف هو اهدافه ايه، ولازم يشوف التوجه التنموي بتاع الدوله ايه. هذا النوع من التنسيق ما احناش قويين قوي فيه، وبالتالي تفعيل هذا المجلس مهم جدا. هيعمل كوردينيشن مطلوب على مستوى البلد كلها، مش حكايه بس السياسه النقديه. التنسيق هنا مطلوب لاقصى درجه، واعتقد انه هيكون له يعني واقع، يعني يعتبر اصلاح اقتصادي واصلاح مؤسسي مطلوب جدا جدا، خصوصا لما تضيف له بقى خبرات الدكتور فاروق العقده بخبرته الطويله في محافظه البنك المركزي، وطبعا الدكتور محمد العريان الاقتصادي. طب هل هناك صياغه لوجود الدكتور محمد العريان المقيم في الولايات المتحده؟ يعني ايه هل هناك صياغه يا فندم؟ يعني ايه؟ يعني هل هو هيكون موجود، هيجي في القاهره في الاجتماعات بتاعتكم، ولا هل سيتم بالاكتفاء بارسال وجهه نظره من الخارج؟ لا لا لا، الاجتماعات كل 3 اشهر، واكيد هيتواجد فيها. هيتواجد فيها طبعا بالتاكيد، لكن هي مهمه قوي. يعني هي مهمه قوي ان انت بتبص على الاقتصاد المصري من منظور خارجي، من منظور عالمي. طبعا الدكتور فاروق العقده بالخبره الكبيره جدا بتاع كل الاجهزه بتاعت الحكومه اللي داخل هذا المجلس بتمثل قطاعات مختلفه، فيها السياسات الماليه، وفيها سياسات الاراضي، فيها كل السياسات. بالنسبه لي انا المجلس اللي هو الاستشاري لرئاسه الجمهوريه اللي ملموم عنده حاجات كتيره جدا، فبنتكلم على ان مجموعه فيها تكامل، مجموعه هتقدر تتعامل مع كل السياسات المطلوب ومع كل المشاكل وتنسق ما بينها. ده دور تنسيقي مهم جدا جدا، اقصى يعني ده اصلاح اقتصادي. يعني اعتقد ان هي خطوه كويسه قوي ان هذا المجلس يفعل. يعني انا بشكرك جدا دكتور عبد اللطيف، عضو المجلس التنسيقي البنك المركزي. باذن الله بعد ما تجتمعوا وتكون هناك رؤيه واضحه، هتكون فرصه سعيده لنا ان نطلع الساده المشاهدين والشعب المصري على خططكم في المرحله المقبله. بشكرك جدا دكتور عبد. المعركة الكلامية والإجراءات تتصاعد ما بين تركيا وروسيا بعد إسقاط تركيا لطائرة روسية. حاولت تركيا تقديم مبادرات عديدة لتخفيف وطأة غضب روسيا، بدءا من الحديث عن أن أردوغان اتصل ببوتين ولكنه لم يرد على اتصاله. 2، أنها لو كنا نعلم أنها طائرة روسية لتغير الأمر. 3، محاولات عديدة للتأكيد على حجم العلاقات والتبادل التجاري بين البلدين والتعاون العسكري. كل ده روسيا بدأ بتكسره حتة حتة. أردوغان النهاردة في حوار تلفزيوني قال أن زعم الروس لأن تركيا تشتري النفط ده كلام ظالم، ده ظلم لنا، وقال أن رد الفعل الروسي انفعالي وغير محسوب. وقال موارد تركيا من النفط والغاز معروفة لدى الجميع، وأكبر موردين لنا هم روسيا ثم إيران. وقال احنا بنشتري الغاز من أذربيجان والنفط من إقليم شمال العراق والغاز المسال من الجزائر وقطر، وعلى المدعين أن يثبتوا ادعاءاتهم وألا يقذفوا تركيا بافتراءات باطلة. أما عن روسيا فقال لدينا شراكة استراتيجية مع روسيا، وهذا يتطلب التضامن فيما بيننا وليس تهديد بعضنا البعض، متعهدا بمواصلة مساندة الجماعات المعارضة المعتدلة. داعش معتدلة، هو بيقول انه ما بيساعدش داعش لكن بيساعد التركمان والمعارضين المعتدلين اللي هم بيضربوا النار صغير، يعني رصاص صغنطوط ما بيستخدموش قنابل ومدافع في سوريا. وجه الرئيس التركي خطابه الى روسيا بيقول لهم البارحة قمتم بقصف شاحنات المساعدات الإنسانية ونتج عنه مقتل 3 أشخاص وجرح 7 آخرين، وأمام هذا المشهد تدعون بأنكم تحاربون تنظيم داعش. المعذرة، فأنتم لا تحاربون داعش، تقصفون فقط إخوتنا التركمان في شمال اللاذقية بالتنسيق مع النظام السوري من أجل إخلائها من سكانها وتقتلون المواطنين السوريين. وقال لا تكاد تكون هناك دولة غير تركيا تحارب داعش.
يعني التحالف الدولي في امريكا واوروبا اللي بيقولوا انهم بيضربوا داعش في العراق وسوريا كدابين. قال احنا بس اللي بنحارب داعش بشكل جدي. وقال احنا اول من وصف التنظيم بالارهابي عام 2005 لما كان ليه اسم اخر. وقال وصلنا وسنواصل محاربته. منذ قليل استدعوا تركيا استدعت السفير الروسي على خلفيه الاحتجاجات ضد السفاره التركيه في موسكو. النهارده كمان السلطان العادل اردوغان الاخوان بيصفوه بانه السلطان العادل. دعا البرلمان لصياغه دستور جديد يعطيه سلطات تنفيذيه اكبر، وقال السلطات دي تناسب الدول الغنيه، ان الرئيس يكون في ايده سلطات اكتر. اما في روسيا رئيس الوزراء الروسي قال ان حكومته اتخذت اجراءات تشمل تجميد بعض المشروعات الاستثماريه المشتركه مع تركيا. وقال ان الاجراءات ستشمل قيودا على الواردات الغذائيه من تركيا، اما وزاره الدفاع الروسيه فاعلنت تعليق جميع قنوات التعاون والاتصال العسكريه بما فيها الخط الساخن لتجنب الحوادث الجويه، وطلبت موسكو او جددت طلبها للمواطنين في تركيا بالعوده الى روسيا. في نفس التوقيت زارت سفينه حربيه روسيه واحده من اكبر السفن الحربيه اسمها الادميرال فلاديمير سيكي، زارت ميناء الأدبية بالسويس خلال الفترة حتى 27 نوفمبر. دي سفينة أبحاث علوم محيطات ومساحة استكشافية بتعمل ضمن أسطول البلطيق الروسي قادمة من البحر المتوسط متجهة صوب المحيط الهادي. العميد محمد سمير المتحدث الرسمي العسكري قال ده تأكيد لعلاقات الشراكة والتعاون العسكري الاستراتيجي بين القوات المسلحة المصرية والروسي. تونس اليوم كشفت هوية الانتحاري الذي فجر حافلة الأمن الرئاسي، وقالوا أنه هو شاب تونسي من مواليد 88 يعمل بائعا متجولا. خلينا أقول لكم النهاردة كان في اجتماع مهم بمقر نقابة الصحفيين، وكان بدعوة منها حضروا رؤساء وممثلي اتحاد الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للاستعلامات وغرفة صناعة الإعلام ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس ونقابة الصحفيين صاحبة الدعوة، وذلك تنفيذا لقرارات اجتماع الصحفيين ورؤساء التحرير والإعلاميين في 11/11/2015 بضرورة التنسيق لوضع استراتيجية إعلامية قادرة على التعبير عن قضايا وطموحات الرأي العام المصري، مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية، وضمان حرية الصحافة والإعلام بما يمكنهما من الوقوف صفا واحدا مع الدولة، وقفة أحرار وليست وقفة خائفين. لما بنتكلم عن الدولة ما بنتكلمش عن نظام، بنتكلم عن دولة مصرية. وفي هذا الإطار توافق المجتمعون على مجموعة من المقررات، وأنا بشوفها مجموعة مقررات مهمة جدا. توافقوا على إيه؟ واحد، التأكيد على اتفاق الجماعة الصحفية والإعلامية على ضرورة وحتمية الإسراع بإصدار التشريعات المنظمة للصحافة المعنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس للصحافة والإعلام التي تم الاتفاق مع الحكومة عليها. ده التشريعات المنظمة اللي احنا عايزينها تصدر. اتنين، مخاطبة الجهات المعنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لسرعة إصدار هذه التشريعات، وذلك لمواجهة المأزق القانوني الذي سيواجه المؤسسات الصحف القومية بنهاية ديسمبر القادم مع انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، ولوقف الانفلات الإعلامي بين أهواء الفوضى وأجواء القيود في غياب تشريعات تضمن الحريات وتحدد المسؤوليات، والمطالبة بسرعة إصدار قانون تأسيس نقابة الإعلاميين والتي على رأس مهامها إصدار ميثاق الشرف الإعلامي. لكن احنا عندنا ميثاق شرف صحفي هينطبق على مين؟ قال لك تفعيل ميثاق الشرف الصحفي على كل الصحفيين العاملين بالصحافة والإعلام، وكده صح يتطبق عليها ميثاق الشرف الصحفي، وانا عضو نقاب الصحفيين حتى وانا بشتغل تلفزيون، خطأ التلفزيوني انا في النهاية هنا، هذه مهنتي الصحافة. في كل العالم البريزنتر او المقدم او الانكر اللي بيقدم برنامج ده اسمه صحفي، كلنا زملائي في الاعداد صحفيين، أنا هنا أقوم بعمل صحفي، مفيش حاجة اسمها مذيع. وعلى رأسهم الجهات المشاركة في هذا الاجتماع تحفظ حرية الصحافة والإعلام والحريات الشخصية وحق المجتمع ومكانة الدولة. رابعا،
ده رابع المقررات دعم ومساندة الهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الإذاعة والتلفزيون والمؤسسات الصحفية القومية بكل الوسائل الممكنة بما يمكنها من أداء دورها المهم كإعلام خدمة عامة يعبر عن كل مكونات المجتمع. خامسا، يعتبر المجتمعون أنهم في حالة انعقاد أسبوعي دائم لمتابعة تنفيذ ما تقرر في اجتماعهم ومتابعة خطوات الإسراع في إصدار التشريعات الصحفية والإعلامية وإنشاء نقابة الإعلاميين، وقد تحدد السبت بعد القادم الموافق 5 ديسمبر لعقد الاجتماع الثاني في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. تحية خاصة لنقابة الصحفيين على هذا الدور، تحية لكل المشاركين. أيوة، أول مرة أحس إن في حد واخد المسألة بجد. أخيرا، البابا توادروس زار القدس، مدينة القدس المحتلة، لحضور صلاة الجنازة على مطران القدس الأنبا إبراهام مطران، مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى اللي توفى مساء الأربعاء وأوصى بدفنه هناك. البابا رأس وفد كنسي مصغر استجابة لدعوات متكررة. هذه الاستجابة دعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وده حظر اتفرض منذ نكسة 67، مفيش حد بيسافر من الكنيسة المصرية خالص. وبعدين البابا شنودة جاء أكد على كده وكان مانع الأقباط من زيارة القدس. البابا توادروس بيقول أن الحظر، والكنيسة تقول أن الحظر ما زال مستمرا حتى الآن، ولكن هذه السفرة خاصة بجنازة المطران اللي أوصى بدفنه هناك وكان لابد أن يصلي عليه. معنا وكيل الكاتدرائية الكبرى بالعباسية القمص سرجيوس. سرجيوس، مساء الخير سيادة القمص. أهلا خير باش، ازيك يا حبيبي؟ أهلا بحضرتك، أهلا بك. البعض يرى في زيارة قداسة البابا اليوم أنها كسر للحظر، مما قد يشجع الكثيرون على السفر إلى القدس، كيف ترى هذا؟ لا يا حبيبي، دي حاجة ودي حاجة خالص خالص خالص. أولا، ده جنازة مطران كبير عضو في المجمع المقدس، يعتبر تاني واحد بعد البطرك بعد البابا في ترتيبه الكنسي، وده توفى هناك وطلب وصيته ان يدفن هناك. نروح نصلي عليه ولا نروحش نصلي عليه قداسة البابا؟ رايح هناك يؤدي المهمة ويرجع، ولا تطبيع ولا الكلام اللي بنسمعه كله ده يا حبيبي. كيف كان دخول قداسة البابا؟ نعم، كيف كان دخول قداسة البابا؟ يعني هل دخل موجود؟ ما اعرفش صدقني حبيبي. ما تعرفش عن طريق الاردن ام عن طريق السلطات الاسرائيليه؟ لا ما اعرفش حبيبي. هل تعتقد ان قداسة البابا قد يقبل ان يمر عبر بوابه اسرائيل الى القدس؟ الله، انا ما اعرفش نظام الطياره نزل ازاي وطلع ازاي والكلام ده كله، ما اقدرش احكم على حاجه ما شفتهاش. نعم، طيب أنا بشكر حضرتك جدا. نرجع لقداسة البابا بالسلامة إلى وطنه إن شاء الله. دعوني أعزي زميلي مصطفى محمود مصطفى، مدير الإنتاج هنا الشهير بعفروت، واحد من أحب الناس إلى قلوبنا جميعا. شقيقه الأصغر توفى اليوم في حادث، وكان شقيقه الأكبر توفى منذ شهور قليلة جدا، مصاب كبير للعائلة. خالص العزاء لمصطفى عفروت، قلوبنا معاك كلها مصطفى. هطلع فاصل، بعد الفاصل هستقبل ضيف العزيز النجم من غير قصين محمد رمضان، بعد الفاصل. وزارة التضامن الاجتماعي ترسل خطابا رسميا إلى مكاتب بريد أسيوط لنفي شائعة وجود ما يسمى بمعاش بطالة. وزير السياحة هشام زعزوع يقرر تسهيل إجراءات منح التأشيرات السياحية لدول المغرب العربي، ويوافق على مد فترة التأشيرة ترانزيت إلى 48 ساعة. الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الصحة تكشف في تقريرها ارتفاع صادرات المنتجات الزراعية لدول أوروبا والخليج إلى 1,650,000 طن. المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية يعلن عن مد استقبال أوراق المقبولين ببرنامج تأهيل الشباب حتى يوم 3 ديسمبر المقبل. قائمة في حب مصر تجهز لاحتفالية كبرى بفوزها في انتخابات مجلس النواب، وتجتمع لبحث خطة عملها بالبرلمان.
صحيفة الاندبندنت البريطانية تنشر قرارا لبرلمان مقاطعة تيسان بسويسرا يوافق على قانون بمنع ارتداء النقاب وفرض غرامة على من ترتديه تصل إلى 6500 جنيه استرليني. رئيس الوزراء شريف إسماعيل يصدر قراراً بصرف بدل قدره 1000 جنيه شهرياً للأئمة والمعينين بالأوقاف.